الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تركيا دليس. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعضياتنا نوع من تشيز كيك اللي منعش بزاف ولذيذ لذيذ بزاف بزاف. اللي لاباز ديالو غدا تكون بسيرو ديال النعناع. الطبقه الاولى غادي نحتاج ليها 200 غرام ديال البسكوي، جوج المعالق كبار ديال الكاكاو، 120 غرام ديال الزبده. الطبقه الثانيه غنحتاج ليها 300 غرام ديال السيرو ديال النعناع، 250 غرام ديال الجبن ماسكاربون، 10 غرام ديال الجيلاتين، و 450 مليليتر ديال لا كريم فريش. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نبداو نطحنوا البسكويت ديالنا، وغادي نزيدو عليه هاد جوج المعالق ديال الكاكاو، نطحنوهم كاملين ونجمعوا هاد الطبقه بالزبده باش نديروها في المول ديالنا. طحنا البسكويت ديالنا مع جوج معالق كبار ديال الكاكاو، غادي نجمعوها هاد 120 غرام ديال الزبدة. غادي ناخدو المول اللي غادي نديرو فيه هاد التشيز كيك ديالنا، غادي نديرو ليه ورق الطبخ وغادي نخلو فيه هاد الخليط ديالنا. بسم الله. بهذا الشكل هذا انا غادي ندخلو الثلاجه مده 15 دقيقه ونعاودو نطلقها. الطبقه الثانيه غادي ناخذو 10 غرام ديال الجيلاتين غنديرهم في الماء، وغادي ناخذو لا ماسكاربون 250 غرام، وغادي نزيدو عليها 250 مليليتر ديال لا كريم فريش، وغادي نطربو هاد العناصر كاملة حتى كتولي عندنا بهاد الشكل هذا. وغادي نزيدو فيها هاد 300 غرام ديال السيرو ديال النعناع، وغادي نعاودو نطربو العناصر كاملة. العناصر مزيان حتى الجناب اللي كيبقى فيهم السيرو اللي ما كيوصلش ليهم الباتور الكتريك، نخلوه على جنب. انا خديت هنايا كاسرونة درت فيها قياس شي 5 سنتيلتر ديال الماء، جوج معالق كبار ديال الماء. غادا ندير فيهم هاد لا جيلاتين باش نذوبها في هاد الماء السخون، هادا نخلطهم باش تذوب ليا لا جيلاتين، ونزيدو على هاد الخليط ديالي. بسم الله. ونخلط الكل ونخوي هاد الخليط ديالي فوق من الطبقه ديال البسكوي اللي درت. انا غادي نضبي واحد شويه باش كاع الفراغات يعملوا. غادي نحطو في الثلاجه 3 حتى 4 سوايع او 5 سوايع الا ما كنتوش مزروبين به، خلوه ليله كامله ونعاودو نتلاقاو في مرحله التزيين. للتزيين غادي نحتاجو 50 غرام ديال الشوكولا نوار الشوكولاته الاسود، و50 مليلتر ديال الحليب. غادي نديروهم في كاسرونه حتى يذوب لينا الشوكولاط، نبقاو نحركو حتى يذوب عندنا هاد الشوكولاط في هاد الحليب ديالنا. بعد ما تابع لنا الشوكولاط
غنديروه في البوشا دوي ولا غير بالمعلقه، وغادي نزينو به التشيز كيك ديالنا. التشيز كيك ها هو ديالنا موجود، غادي نحاولو نديرو ليه، ساعدو شويه بالموس. نزينو بالشوكولات مذوب مع الحليب. بسم الله، صافي. ويلا بغينا نزيدو ورقة ديال النعناع بهاد الشكل هذا، كيكون عندنا تشيز كيك ديالنا بهاد الشكل هذا، زين بسيط بزاف بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. غادي نقطعوه مع بعضياتنا ونشوفوه كي جا. بسم الله، ماما كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي رائع وزوين. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا لا بلايك ولا بتعليق. ولا كنتو اول مره كتشوفوا قناه تركيا ديليس، عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. والى اللقاء تركيا ديليس.